هذه هلا هون شوية هذه فكرة بمجال الفيزيكس. هلا نحن نعرف في درس بياخدوه بصف البروفي عن أرخميدس، قبل أرخميدس بياخدوه شي عن البراشر أو شي هيك. نهتم بالبراشر للليكويد أكتر شي، إنه هو فلويد، يعني نعتبر انه هذا الليكويد انه انكمبرسبل، ما بينضغط، ما بينضغط، انه ما بيتصغر حجمه، يعني انه عنوة، يعني بالقوة، يعني ما بيتصغر حجمه، الفوليوم ما بيصغر، فهيك نحن بنعتبر انه الليكويد. طيب، ف انا ما بدي احكي عن درس ال بدي اقول هون هذه هذا السكيماتيك، السكيماتيك مهم ل تحويل الورك. يعني انا اذا بعمل من هون، أنا ممكن انا بعمل فورس صغيرة، شباب البروفي اللي درسوا الدرس حيفهموا، وهون القاعدات موجودين هون. المهم اذا بتعطي هون فورس صغيرة، بدها تمشي هذه مسافة طويلة شوي، بقوم بينتج عنا هذه فورس اكبر، ولكن المسافة اللي بيمشيها حتكون مسافة اقصر. فما بدي برهنها، رح اتركها، يعني اذا حدا حب يسأل خلي يسألني، ما في مشكلة، بس انا هلا ما بدي برهنها. حقيقة هني هون عاملين نموذج مثل نموذج المنفخ للناس اللي بيسألوا حالهم المنفخ كيف يشتغل، منفخ طابة الفوتبول مثلا، اذا منفخ يدوي مثلا، في منفخ اجر هيك واحد بيكبسه باجره مثلا 4 5 دعسات ويوم بينفخ الطابة وهيك. فهذا نفس اسلوب المنفخ، هون في عنا فالف صباب وهذا صباب. فهذا لما يلا نشرح الكونسبت تاعهم، هذا بيطلع بيقوم بيسحب مي من هون، هذا بيكون مسكر، سحب مي، بعدين لما برجع بيكبس بينزل، هذا بيسكر وقوم هذا بيفتح، بيقوم بيطلع لفوق، وهيك بقدر اطلع اسحب مي نزل ادفش مي لفوق. ف هون بس هذا الكونسبت ككونسبت تحويل ال تحويل ال خليني اقول انه المكسب هو مكسب انه فورس كبيرة، انه عم بحصل على فورس كبيرة، انه هيدي مثلا حركة ميكانيكية سهلة علي اني اعملها، بينما هيدي صعب اني اشيل، مثلا فينا نشيل فيل، يعني فينا نشيل شي اوزان كتير تقيلة بهاي، بس طبعا على حساب مسافة كبيرة بدنا نقطعها هون لحتى هذا الفورس يوم يطلع يتحرك شوي، لحتى هذا الحديد اللي هون تتحرك شوي لفوق مثلا. نفس المفهوم بنلاقيه هون بهول البولي. كان عنا بكرتين، بكرة صغيرة بكرة كبيرة، من السهل علي أنا أني أبرم البكرة الصغيرة، يعني بدي أعطيها بعطيها فورس، بحس انه الفورس اللي عم بعطيها اياها بتكون اقل شوي. هي اسم بياخدوها بصف الباكوان، بياخدوها هيدا اسمها مومنت للفورس. مهم بلا طول سيرة، انا بدي اقول للشباب المبدعين، يعني اللي بيحبوا يعملوا شيء مفيد بالحياة، كانوا تلاميذ بروفي وهيك، انه خلص بس انت توصل لصف البروفي بلش اخترع وما تنطر، بلش اخترع وما تنطر، واي اختراع بيطلع معك سألني. اوكي انا بلاقي لك السيستم الميكانيكال، يعني بركب لك اياها ايكويشنز وبظبط لك اياها، بس انه اخترعوا يا عالم اخترعوا. المهم انه اخترع، قصدي من دون قاعدات، بعدين القاعدات بنظبط لك اياها، منها مشكله. مهم بلا طول سيره، ف هيدي من السهل علي انا اني ابرمها، فممكن ابرمها مثلا هيدي 20 برمة، حتى هيدا يبرم مثلا 10 برمات، ولكن المكسب انه الفورس اللي انا بدي اعملها بهال20 برمة تكون فورس خفيفة، بينما هون بحصل على فورس تقيلة. المكسب انه بصير في شيل اوزان كبيرة فيها، يعني مثل هاي مثلا، هيدا هون موتير صغير، فبتبرمه هون مثلا شي 20 برمة، حتى هون يبرم له شي 4 برمات، وهال4 برمات بيقدر يشيل اوزان كبيرة هاي. فنفس الفكرة بالنسبة لصف البروفي، نرجع نحن بنقول، لا عم نقول البريشر مثلا على مستوى هوريزونتال،
البريشر بالليكويد هوريزونتالي مثلا بهالنقطة هاي، كون هو ذاته بهالنقطة هاي إذا على مستوى الهوريزونتال. هذا الشيء بصراحة أنا صرت هلا عم فوت بالإكويجنز وهيك، في قاعدة اسمها بتقول، هي قاعدة ما بعرف الفرق، بتقول البريشر مثلا لليكويد مثلا قديش الفرق، هذا واصل هون مستوى لهون على هالخط، هذا الزيح هيك هيك هوريزونتالي لهون، ففي عنا فرق ميات من هون لهون، هول هو الفرق الميات اللي هول، فهول عليهم قاعدة اللي نعرف البريشر تاعهم، يعني بسوي رو جي، رو تايمز جي تايمز اتش، الاتش هو الارتفاع. هلا هيدي اذا الواحد بجرب يعملها بروف، هيدي من وين اجت الرو جي اتش، هي جاية من الور، هي جاية من الفورس تاعت الويت، هي الويت لهول الميات كلهم سوا، هي الويت لهول الميات الفارقين. هل طيب نحن هلا اذا نحن عم نعطي فورس كتير كبيرة مثلا هون، اوكي، وعم يتنج عنا فورس اكبر واكبر هون، بنحس انه هذا البريشر كانه ما له قيمه. هو انا التعليق اللي بدي اقوله انه ولو انه ما له قيمه ولكنه بضل موجود، يعني ممكن يكون انا عم بعطي هون فورس ضخم كتير، ما بعرف 3 اتموسفير 4 اتموسفير، وهون ما بعرف قديش قوتها، ما بعرف، بس انه بس ممكن هالفورس تكون اهم بكتير من هاي، ولكن بضلها هي موجوده، بضل هالبريشر هيدا موجود هون. فهالبريشر هلا السؤال مهضوم كمان، لما نحن بنكبس هون فورس كبيرة، هون فورس كبيرة، هالبريشر الموجود هون بهالنقطة، طب مش هو زيته البريشر بهالنقطة، مش هو زيته البريشر بهالنقطة هاي مثلا، عارف الواحد احساسه بيقول له انه ايه لازم تكون هي ذاتها، ولكن بعتقد انه لازم يكون هي ذاتها هوريزونتال، يعني الليكويد هو هيك، مع انه كتير صعب، يعني بالاخص لما بتضغط بقوة كبيرة، بس يعني بتحس انه البريشر حتى بينتقل بكل الاتجاهات، يعني مش بس بينتقل، هو مزبوط بينتقل بكل الاتجاهات، ولكن اذا واحد سألك انه البريشر بهالنقطة غير البريشر بهالنقطة ولا هو ذاته، هلا هذا سؤال صعب. انا بعتقد انه مش هو ذاته، بعتقد انه لازم يكون هوريزونتالي هو ذاته، بس الانتقال البريشر هو ذاته، اوكي، انتقال يعني انه البريشر بينتقل، الانتقال هو ذاته، بس بضل فرق، بضل في فرق، هذا الفرق هو الروجي اتش اللي عم نحكي عنه، اللي هي ضئيلة جدا بالمناسبة قدام اي بريشر حقيقي انت بتعطيه هون، بريشر معتبر بتعطيه هون. فبس حبيت أعلق على الموضوع، أنا مهتم بهالموضوع لأنه فينا ننتج إنه هذه الطريقة هيك مهضومة، كمان الواحد ينتج طاقة كتير كبيرة، يعني بيقدر ينتج فورس عالية، وهذه شغلة منها هينة، يعني أنت بهالفورس العالية فيك تشيل أوزان ضخمة جدا. ف إن شاء الله يكون شي حدا هيك بيعرف له شي حداد، بيعرف له شي نجار، بيعرف له شي حدا هيك يخترع له شي شغلة مهضومة هيك منه من عقله يفكر، أو خبرونا إذا بيطلع معكم شي. توفيق.